أما في هذه المحاضرة هنتناول Examination of Sensory System. موضوعات هذه المحاضرة هنتناول فيها Transmission of Somatic Sensation، كيف يتم انتقال Somatic Sensation من Receptors حتى تصل إلى Central Nervous System للبرين. هتناول الريسبتورز، دي خدناها المرة اللي فاتت. بعد كده هتناول بقى الفايبرز اللي بتنقل هذه الإحساسات من الريسبتورز، اللي هي سوماتيك سنسوري افرنت، وأنواع هذه الفايبرز اللي بتنقل هذه الإحساسات المختلفة. هتناول السوماتيك سنسوري باسويز، الباسويز اللي بتمر فيها هذه الإحساسات. عندنا حاجة اسمها دورس الكولن تحمل الإحساسات الفاين، والسباينو ثالاميك تراكت دي بتحمل إحساسات الكرود بالإضافة إلى البين والتمبرتشر. هنتناول examination of sensory system، إزاي بعمل examination للsensory system من خلال إن أنا بعمل examination. النهاردة في محاضرة النهاردة هنتناول الكرود تاتش، إزاي لما ألمسك بطنة وأنت مغمض عينيك تحس إن في لمسة موجودة بس ما تقدرش تحدد المكان اللمسة بشكل accurate، والفاين تاتش لما ألمسك بحاجة blunted not painful زي مثلا سن قلم رصاص ألمسك بيه تقدر تحدد بالظبط مكان اللمسة، أو إن أنا لما ألمسك بحاجتين جنب بعض على بعد قريب تقدر تحدد إن الحاجتين اللي لمست في نفس الوقت إنهم حاجتين مش حاجة واحدة. دي اسمها تكتايل ديسكريمينيشن، تكتايل لوكاليزيشن وتكتايل ديسكريمينيشن، ناخد تفاصيل الكلام ده بعد شوية. هنتناول في محاضرة النهاردة التكتشر اوف ماتيريالز، ازاي بقدر احدد من خلال التاتش نوع المادة اللي بعمل لها تاتش، هل هو ده حرير، هل ده صوف، هل ده اي مادة من المواد عن طريق التاتش. الستيريوجنوزس، ازاي باستخدام التاتش وحاجات اخرى اقدر احدد حاجة فاميليار ليك زي مثلا قلم رصاص وانت مغمض عينيك تمسكه تقدر تحسس عليه تعرف انه قلم، او مثلا لما تمسك مفتاح تقدر تقول ان ده مفتاح، ده اسمها استيريوجنوزس. بالإضافة إلى الديب تاتش، يعني لما أعمل تاتش وأضغط به زي مثلا إن أنا أحط ويت معين على إيديك تقدر تحس بالديب تاتش، تقدر تحس بالويت ده وتقدر تعرف إن أنا حطيت في ويت في إيد معينة أكتر من إيد تانية، أو في نفس الإيد حطيت ويت أعلى، لما بتزود الويت بتحس التاتش يكون أعلى. بالإضافة إلى الفايبريشن سنس، باستخدام الشوكة الرنانة، الشوكة الرنانة دي بتدي تاتش متكرر باستخدام شوكة رنانة أضربها وتهتز اهتزازات بفريكوانسي معينة أقدر أحس هذه الاهتزازات، دي اسمها فايبريشن سنس. البوزيشن سنس أيضا أقدر أحدد وأنت مغمض، أقدر أقول لك هل صبعك بيتحرك ولا لا، تقول لي إنه ما بيتحركش، ده ستاتيك بوزيشن، أو دايناميك بيتحرك في اتجاه فوق أو فوق تحت أو تحت، تقدر تحدد، ده اسمه البوزيشن سنس. واخر حاجه من الحاجات اللي هتناولها حاجه اسمها تيكلينج واتشنج، ازاي لما في حشره تقدر تعدي عليك تقدر تحس بيها، اسمها تيكلينج واتشنج، ازاي لما يجي لك دور حساسيه تقدر تهرش في المكان اللي فيه حساسيه، ده اسمه اتشنج، وايه الباسويز اللي بتشيل كل هذه الاحساسات. دي كان عباره عن صفحه مقدمه لما سوف نتناوله في هذه المحاضره. نبدأ مع بعض المحاضرة بالكلام عن السنسيشنز بوجه عام الموجودة في جسم الإنسان. عندنا حاجة اسمها سبيشيال سنسيشن، ودي مش هندرسها في هذا المديول، سبيشيال سنسز هندرسها في مديول نيوروساينس 2. وعندنا الجنرال سنسيشنز اللي هندرسها في هذا المديول، والإيموشنال سنسيشنز أيضا مش هتدرس في هذا المديول. الجنرال سينسز فيها حاجات سوماتيك وحاجات اورجانيك، هندرس في هذا المديول السوماتيك في محاضرات ثلاثة. هندرس في محاضرة النهاردة الميكانوسبتيف سينسيشن، الميكانوسبتيف سينسيشن اللي فيها كروت تاتش وفاين تاتش. اما الثيرمال سينسيشن هندرسها في المحاضرة الجاية، احساس درجة الحرارة، والبين سينسيشن في المحاضرة اللي بعدها. في الميكانوسبتيف سنسيشن عندنا سنسيشن بوزيشن سنسز، البروبروسبتيف سنسيشن ان انا بحس بحركة صبعك فوق تحت او انه ثابت، او التاكتايل سنسيشن بتناول فيه الكروت تاتش لمسة القطنة، الفاين تاتش لمسة القلم الرصاص حاجة بلانتد نوت بينفول، بتناول فيه الفايبريشن استخدام الشوكة الرنانة بترددات معينة، البريشر سنس استخدام بريشر معين على ايدك تحس بيه، والستيريوجنوزيس استخدام حاجة فاميليار تقدر تتعرف عليها، والاتشنج والتيكلينج، الاتشنج عن طريق الحساسية بيحصل لك هرش، او التيكلينج زي مرور حشرة عليك تقدر تحس بيها،
دي الإحساسات اللي موجودة اللي هي الميكانوسبتيف سنسيشن اللي هنتناولها في هذه المحاضرة. والميكانوسبتيف سنسيشن بتشتغل على سباينو ثالاميك تراكت والدورسال كولم زي ما هنتناول بعد شوية يا شباب. يبقى أنا هدرس في هذه المحاضرة الميكانوسبتيف سنسيشن، هدرس فيها التاكتايل سنسيشن التاتش بنوعيه سواء كان كرود أو فاين تاتش، ستيريوجنوزيس، البريشر، الفايبريشن سنس، البوزيشن سنس، الاتشنج والتكلينج. ايضا هدرس البوزيشن سنس البروبروسيفتيف سنسيشن، وهل البوزيشن ده ستاتيك يعني فيش حركه او كاينيتيك. بدايه هنبدا نتكلم عن الباثويز الخاصه بالسنسيشن، ترانسميشن اوف سوماتيك سنسيشن بشيء من الاختصار، لان انت تناولت هذا الموضوع في العملي في الجزء النظري، وهو مطلوب منكم في امتحان العملي، ولن يخلو امتحان عملي من هذا الجزء، لان عشان تفهم سنسوري بوجه عام لازم تفهم الباسويز، وعشان تفهم فيسيولوجي بوجه عام لازم تبقى عارف ان الباسويز تكون عارفها بشكل واضح، والامور هتكون سهله ان شاء الله وهنبسطها ليكم باذن الله في هذه المحاضره. يبدأ عملية السنسيشن يا شباب عشان أحس بأي إحساس بيبدأ بالريسبتورز، يبقى يبدأ الإحساس بالريسبتورز، تستقبل الريسبتورز ستيمولس معين، إحساس معين، وبعد ما تستقبل هذا الإحساس بيمشي عبر افرنت سوماتيك سنسوري افرنت، والافرنت دي عبارة عن فايبرز مختلفة، منها خدتوها في النورمال ستراكشر إن الفايبرز في منها إيه وفي فايبر إيه وإيه تنقسم، أو فايبر رقم 1 باللاتيني و2 و3 و4 زي ما هنقول، في فايبر E و B و C زي ما قلت، دي تقسيمة ودي تقسيمة خدتوها في النورمال استراكشر. هناخد كل إحساس يتم حمله على أنهي نوع من أنواع هذه الفايبرز. بعد ما بحس بالريسبتورز وأنقل الإحساس بالفايبرز أيا كان نوعها 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو E أو B أو C، بيتم نقل هذا الإحساس في السباينال كورت ويطلع في السباينال كورت عشان يصل للسوماتيك سنسوري كورتكس. طب إزاي بيصل في النهاية للسوماتيك سنسوري كورتكس؟ عن طريق من اتنين، عندنا تو باسويز، عندنا الدورسال كولم باسوي والسباينو سالاميك تراكت باسوي. السباينو سالاميك نوعين، في اللاترال مش هناخده النهاردة، هناخده لما نتكلم عن البين والتمبريتشر، اما هناخد النهارده الفنترال سبينوسالاميك باسوي. تمام يا شباب، يبقى باختصار عشان الكلام يبقى مبسط، عندنا ريسبتورز هتستقبل الاحساسات، بعد كده سوماتيك سنسوري افرنت عصب هينقل الاحساسات ويمشي في تو باسويز، باسوي دورسال كولم يشيل الاحساسات الفاين، والسبينوسالاميك تراكت الفنترال بارت منه الفنترال سبينوسالاميك تراكت بيشيل الكروت تاتش او الاحساسات الكروت. تمام يا شباب، يبقى احنا بدأنا بالريسبتورز، وفي المحاضرة السابقة خدنا الريسبتورز بالتفصيل، النهاردة هنتكلم بقى عن الافرنت فايبرز. السوماتيك سنسوري افرنت هي عبارة عن تنقسم الى اربعة اقسام، كل احساس، وهذا الجدول مهم جدا هتسأل فيه في الامتحان سواء في اسئلة الامسكيو او الاكمل او غيرها من الاسئلة اللي هتكون في الشيت، هنقول لك الإحساس المعين ده بيشال بأنهي فايبر، مهم جدا إن أنا أكون عارف هذا الجدول بشكل واضح. عندنا إحساس اسمه بروبروسيبتيف سنسيشن، إحساس بالبوزيشن، بوزيشن سنس، إحساس بالمكان. بروبروسيبتيف سنسيشن بتشال على أحسن نوع من الفايبر، فايبر رقم 1 باللاتيني اللي هو إي ألفا. الإي ينقسم إلى ألفا وبيتا ودلتا. عندنا الاي الفا بيشيل بروبروسيبتيف سنسيشن، واي الاي الفا الاي بوجه عام هي بيكون الفايبرز مايلينيتد ولا نون مايلينيتد، خدنا في سنه اولى او في الترم الاول خدنا انه بيكون مايلينيتد. سرعه انتقال انتقال الاشاره العصبيه في هذه الفايبرز بتكون حوالي 100 متر في الثانيه، والدايمتر بيكون من 10 ل 20 ملي متر. ده اول نوع من انواع الفايبر. النوع الثاني من الفايبر اللي هو التو فايبر او الاي بيتا، ده بيشيل الفاين تاتش وبيشيل الستيريوجنوزس والبريشر والفايبريشن، يعني اغلب الاحساسات الفاين بتشال بتايب 2 اللي هو الاي بيتا فايبر، وهذه ايضا فايبرز بتكون مايلينيتد، سمكها بيكون من 6 ل 10 ملي متر، والسرعه فيها بتكون حوالي 50 متر بير سكند.
اما النوع الثالث من الفايبر اللي هو فايبر رقم 3 اللي بنسميها اي دلتا، ودي بتشيل الفاست بين، البين بيتشال على السي فايبر اغلبه، ولكن النوع الفاست زي ما هناخد في المحاضرة الجاية بيشال عن طريق الاي دلتا فايبر، بالاضافة الى الكرود تاتش، بعض الكرود تاتش بيتشال على الاي دلتا فايبر، والتمبريتشر ايضا في نوع منها بيشال على الاي دلتا فايبر، وهناخد تفاصيل البين والتمبريتشر في المحاضرة القادمة. الفايبرز اي فايبر اي ايا كان الفا او بيتا او جاما بيكون مايلينيتد فايبرز، السرعه بتكون حوالي السمك الخاص الاكزون دايامتر بيكون من 1 ل 6 مليمتر، والسرعه بتكون حوالي 10 متر بالثانيه. اما اخر نوع من الفايبرز اللي هو فايبر سي اللي هو رقم 4، ده بيشيل السلوبين والاتشنج والتيكلينج. الفايبرز اللي من نوع سي بتكون ان مايلينيتد، ان مايلينيتد يعني ما بتصلش للسوماتيك سنسوري اريا. السمك بتاعه بيكون اقل من 1 ملي متر، وسرعه انتقال الاشاره العصبيه بيكون حوالي 1 متر بير سكند. ده عباره عن تعرف. يبقى احنا اتكلمنا عن الاحساس، الاحساس بيتشال على الريسبتورز، الريسبتورز اخدناها في المحاضره اللي فاتت. بعد كده الريسبتورز ينتقل الاحساس منها للباس واي الخاص بالاحساس عن طريق افرنت فايبر، والافرنت انواع 1 و2 و3 و4، وال1 ماشي يا شباب مع بعض 1 و2 و3 و4، وال1 اللي هو اي الفا، وال2 اي بيتا، وال3 اي دلتا، وال4 هي سي. كل واحد بيشيل احساس معين، كل فايبر بيشيل احساس معين. يبقى في ريسبتور معين بيشيل بيحس باحساس معين، وفي فايبر معين ايضا بيشيل هذا الاحساس وبيمشي فيه الفايبرز عشان يمشي في الباسوي، سواء كان دورسال كولن او السباينوسيراميك باسوي، سوماتيك سنسوري باسواي. يبقى بعد ما بدأنا بالريسبتورز حسينا بيه، نقلنا بالافرنت فايبر، دخلت في الباسويز المختلفة الخاصة بالإحساسات. عندنا الدورسال كولمن باسواي والسباينو ثالاميك باسواي. والسباينو سالاميك نوعين، فينترال سباينو سالاميك هناخده النهاردة، ولاترال سباينو سالاميك هناخده إن شاء الله في محاضرة البين والتمبرتشر. الدورسال كولمن اهم حاجه لازم نكون عارفينها في الباس واي بوجه عام، في عندنا جنرال برينسيبلز، في برينسيبل قواعد عامه لازم نكون عارفينها في اي باس واي. اتش كل باس واي كاريز ديفرنت تايبس اوف سنسيشن، كل باس واي بيشيل نوع معين من السنسيشن تو سوماتيك سنسوري اريا اوف سنتر اوف سيريبرال كورتكس. دي اول قاعده. يبقى كل فايبر، كل كولم، كل باس واي بيشيل احساس معين بداية من الريسبتورز بتاعته حتى يصل الى السيريبرال كورتكس. تاني برينسيبل، اي تاني خاصية من خصائص الباسوي، اتش باسوي كل باسوي يحتوي على 3 بوبوليشن اوف نيورونز، في كل باسوي في 3 نيورونز، فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، وثيرد اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون بيكون يوني بولر with its cell body in the sensory ganglia، ينتهي في الدورسال روت جانجليا. الاحساسات في السباينال كورد بتدخل في الدورسال كولم عشان تدخل عن طريق الدورسال روت جانجليا. يبقى اول اوردر نيورون يوني بولر with its cell body in the sensory ganglia. الباسوي، في الباسوي السكند اوردر نيورون ده اهم واحد، لان هو ده الاوردر نيورون اللي بيحصل فيه ديكاستيشن، هو ده اللي بيمر من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. ونهايه السكند اوردر نيورون بتكون في الثالامس، نهايه السكند اوردر نيورون لازم تكون في الثالامس. اما الثيرد اوردر نيورون ده بيبدا من الثالامس وينتهي في الكورتكس. يبقى اول خاصيه من خصائص الباسوي ان كل باسوي بيشيل احساس معين. تاني خاصية من خصائص الباسوي ان كل باسوي يشتمل على 3 اوردر نيورونز، يعني 3 نيورونز، 3 نيورونز. اول واحد ينتهي في الدورسال روت جانجليا في السنسوري جانجليا، تاني واحد بيحصل في، يمتاز بحاجتين، انه بيحصل فيه ديكاستيشن، هو ده اللي بيحصل فيه ديكاستيشن من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، وينتهي في الثالامس. تالت اوردر نيورون ده بيبدا من الثالامس وينتهي في السيريبرال كورتكس. كل الكلام ده يتضح لما ناخد الباسوي. نبدأ نتكلم عن الباسوي، الباسوي اوف دورسال كولن.
الدورسال كولم ده اللي بيشيل انهي احساسات؟ بيشيل الاحساسات الفاين. الدورسال كولم يا شباب بيشيل ايه؟ بيشيل الفاين تاتش، بيشيل الفاين بريشر، بيشيل الفايبريشن والبروبريوسيبتيف سنسيشن والستيريوجنوزيس، كل ده بيشتغل على الدورسال كولم. يبقى الدورسال كولم بيشيل كل الاحساسات الفاين، فاين تاتش، فاين بريشر، بروبريوسيبتيف سنسيشن، فايبريشن اند ستيريوجنوزيس اند بوزيشن اوف سنس، اللي هو البروبريوسيبتيف سنسيشن بوزيشن اوف سنس. طب نبدا نطبق القواعد العامه للدورسال كولم. دورسال كولم ده الباسوي اللي هيشيل احساسات الفاين، تمام يا شباب. بنبدا الموضوع بالميكانوسيبتيف ريسبتور. نبدا بالريسبتورز. تبدا انا دلوقتي عايز اتخيل ان انا هعمل حاجه فاين، هلمسك مثلا، هعمل فاين تاتش، هلمسك بسن قلم رصاص، حاجه بلانتد نون بينفول، عشان تقدر تحدد ان ده لمسه قلم رصاص وتحدد المكان. ميكانوسيبتيف سنسيشن بتبدا بالريسبتورز الخاصه بالسنسيشن، زي ما هنتناولها في الانواع، كل حاجه من الاحساس ليها ريسبتور معين خاص بهذا الاحساس، هذا الريسبتور. بعد كده انا سامعكم بتقولوا ايه، هنبدا بقى بالافرنت، يتحرك الافرنت، نوع الفايبر اللي بيشيل احساسات بتروح الدورسال كولم، فاين تاتش وفاين بريشر وفايبريشن وبروبريسبتيف سنسيشن. نوع الفايبرز بتكون اي الفا اند اي بيتا فايبر، تمام. بيدخل هذا الفيرست اوردر نيورون دورسال روت جانجليا، ويدخل السباينال كورد، ويكمل يطلع فوق لحد ما يصل لنيوكلياي موجوده في المظله اسمها جراسيل اند كونييت نيوكلياس. لو انا جايب احساسات من اللور ليمب، من الجزء السفلي من الجسم، بيتشال عبر الجراسيل تراكت عشان يصل في المظله للجراسيل نيوكلياس. لو انا بحمل احساسات اوف ابر لمب، بيمشي عبر الكونييت تراكت عشان يصل للكونييت نيوكليس. يبقى بدانا الاحساس بريسبتورز معينه، مشيت بفايبرز نوعها اي الفا اند اي بيتا فايبر، بعد كده اتحركت بتراكت مشيت عبر السباينال كورد من تحت لفوق لحد ما وصلت للمظله. التراكت لو جايه من اللور لمب تمشي عبر الجراسيل تراكت عشان تصل للجراسيل نيوكليس، ولو جايه في الابر لمب بتمشي عبر الكونييت تراكت عشان تصل للكونييت نيوكليس اللي موجوده فين، اللي موجوده في المظله. الاكزونز بتاع الفيرست اوردر نيورون بيتاسند، بتطلع في ابسيلاترا يعني في نفس المكان. هل بيحصل ديكاستيشن في الفيرست اوردر نيورون؟ لا، الديكاستيشن بيحصل في السكند اوردر نيورون. بتمشي ابسيلاترا لحد ما تصل للجراسيل والكونييت نيوكلياي الموجوده في المظله. وبكده انتهى الفيرست اوردر نيورون. نبدا السكند اوردر نيورون اللي هو بيمتاز بايه؟ انه بيحصل فيه الديكاستيشن. الاكزونز اوف سكند اوردر نيورون يا شباب بتبدا بالنيوكلياي الموجوده في المظله جراسيل وكونيت نيوكلس، بعد كده بيحصل ديكاستيشن للاذر سايت. لو في الرايت يبقى الليفت، ولو في الليفت يبقى للرايت. بيحصل ديكاستيشن فين؟ في منطقه المظله. يعني لا يحدث ديكاستيشن للدورسال كولن على مستوى السباينال كورد، بيحصل ديكاستيشن فين؟ في منطقه المظله. ودي هيخلينا لو حصل ليجن على مستوى السباينال كورد في الدورسال كولن، هيكون فقد الاحساسات على السيم سايت لان ما عملتش ديكاستيشن، تمام يا شباب. بعد كده في السكند اوردر نيورون، اكزونز اوف سكند اوردر نيورون كروس تو ذا اوبوزيت سايد اند اسند از ميديا ليمينسكس. الليمينسكس ده عباره عن ان انا اشيل تو تراكتس ماشيين في البرين ستيم، ده بنسميه ليمينسكس. هل انا عندي تو تراكتس؟ عندي جراسيل اند كونييت تراكت، بمشي في ليمينسكس اسمه ميديال ليمينسكس عشان اصل في النهايه الى السالامس. والسالامس هو نهايه السكند اوردر نيورون. القواعد العامه احنا قلنا السكند اوردر نيورون ممتاز بحاجتين، بيحصل له ديكاستيشن للاوبزيت سايد، دي المعلومه الاولى. ثاني حاجه بريلي بينتهي في السالامس. يبقى نهاية السكند اوردر نيورون في السالامس. وبكده انتهينا من السكند اوردر نيورون. الثيرد اوردر نيورون يا شباب بيبدا من السالامس. ثيرد اوردر نيورون في السالامس، فينترو بيزال نيوكليوس في السالامس اللي بالظبط، مش عايزين ندخل في تفاصيل عشان نبقى عارفين الباس وي ان جنرال. في الفينترو بيزال نيوكليوس الموجوده في السالامس دي هيبدا بيها الثيرد اوردر نيورون. يبدا الثيرد اوردر نيورون من السالامس، من منطقه الفينترو بيزال نيوكليوس، وباص حتى يصل للسوماتيك سنسوري كورتكس المسؤوله عن السوماتيك سنسيشن.
يبقى يا شباب الدورسال كولمن مر بكام نيورون؟ ب 3 اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون بيبدا بالريسبتورز وبعد كده افرنت اي الفا اند اي بيتا فايبرز، مشي في تراكتس جراسيل اند كونييت تراكتس، جراسيل من اللور ليمب وكونييت من الابر ليمب عشان اريلي وصل في النهايه وانتهي الفيرست اوردر نيورون في الجراسيل والكونييت نيوكليس. بعد كده ابدا من الجراسيل والكونييت نيوكليس واعمل ديكاستيشن للاوبوزيت سايت، بعد كده اسند في الميديا الليمينسكس لان تو تراكتس جراسيل وكونييت تراكتس ماشيين يمشوا نسميها ميديا الليمينسكس عشان يعمل ريليف النهايه في السالاموس في منطقه الفينترو بيزال نيوكليس. بعد كده ابدا ثيرد اوردر نيورون من الفينترو بيزال نيوكليس عشان يصل للسوماتيك سنسوري كورتكس. ماشي يا شباب، ده الدورسال كولم الذي يحمل الاحساسات الفاين. تاني باسوي مهم هو السباينوسيراميك باسوي او السباينوسيراميك سيستم، واحنا هنتناول النهارده الفنترال سباينوسيراميك تراكت لان اللاترال سباينوسيراميك تراكت ليها موضوع هندرسه ان شاء الله في البين والتمبرتشر. الفنترال سباينوسيراميك تراكت بيبدا ازاي؟ كلنا حفظنا وعرفنا ان احنا عندنا 3 اوردر نيورونز. اول 3 اوردر نيورونز بيبدا بريسبتورز، الريسبتورز تحمل احساسات ايه؟ انا هحمل الفنترال سباينوسيلاميك تراكت ده بتشيل، واللاترال سباينوسيلاميك تراكت، اللاترال سباينوسيلاميك تراكت اللي هناخدها المره الجايه هتشيل البين والتمبرتشر، والفنترال سباينوسيلاميك تراكت هتشيل الكروت تاتش والتيكلينج والايتشنج، دي هتشيل الاحساسات دي. يبقى دي الاحساسات اللي هتشال على السباينوسيلاميك سيستم كلها، هي البين والتمبرتشر واللايت تاتش اللي هو الكروت تاتش والتيكلينج والايتشنج. الفايبرز اللي بستخدمها ما هياش فايبرز من النوع الفخم، الفايبرز تكون لانها احساس مش فاين، احساس كروت. الفايبر هيكون من نوع سي ومن نوع اي دلتا، في حاجات معينه هتكون من نوع دلتا اي دلتا سواء كانت في الكروت تاتش او في البين والتمبرتشر، بس اغلب الفايبرز المسؤول عن هذه الاحساسات من النوع سي. يبقى ده الفيرست اوردر نيورون بيبدا بفايبرز اي دلتا وسي او سي واي دلتا، بعد كده بينتهي الفيرست اوردر نيورون في السباينوسيلاميك باسوي بينتهي فين؟ بينتهي في الدورسال هورن، وهناخد بعد كده اسماء الارياس المختلفه الموجوده في الدورسال هورن. يبقى كده خلصت الفيرست اوردر نيورون، كده بدا الفيرست اوردر نيورون في البريسبتورز وافرنت وانتهى في السباينال كورت. عشان يبدا السكند اوردر نيورون بدايه من الدورسال هورن ويبدا يعمل ديكاستيشن للاوبوزيت سايت. الاكزونز اوف سكند اوردر نيورونز زين اسند ان سباينوسيلاميك تراكت، اكزونز اوف سكند اوردر نيورون كروس ذا ميد لاين فينترال تو ذا سنترال كانال، بيبدا يحصل كروسنج للميد لاين فينترال تو ذا سنترال كانال، بعد كده بيطلع بتراكتس واحد سميناه فينترال سباينوسيلاميك تراكت واخر سميناه لاترال سباينوسيلاميك تراكت. مشي يا شباب في الناحيه دي كده لحد ما وصل للسكند اوردر نيورون، لازم ينتهي فين؟ ينتهي في الفينترال بيزال نيوكليوس او ذا سالامس، ينتهي في السالامس كده. السكند اوردر نيورون انتهى في السالامس. بعد كده يا شباب الثيرد اوردر نيورون فقد الفايبرز اللي هي اي دلتا، هي فقد اللي هتروح للسوماتيك سنسوري اريا، اما السي فايبرز نهايتها هيكون في السالامس. تمام يا شباب، يبقى نقدر نلخص تاني السباينوسيلاميك باسوي وهناخده بالتفصيل لما نتكلم عن البين والتمبرتشر بتفاصيل اكتر شويه. هنبدا بريسبتورز، الريسبتورز بعد كده نوع الفايبرز هيكون سي واي دلتا، وينتهي الفيرست اوردر نيورون في الدورسال هور، ده كده خلص فيرست اوردر نيورون. بعد كده نبدا السكند اوردر نيورون له خاصتين، اول خاصيه انه يعمل ديكاستيشن للاوبوزيت سايت، بعد كده هيأسند وينتهي في السالامس في الفينترو بيزال نيوكليس. بعد كده السكند اوردر نيورون خلص، لو كان نوع الفايبر سي هينتهي عند السالامس، اما الاي دلتا فايبرز هي فقط اللي هتعمل هتصل للسيريبرال كورتكس من السالامس للسيريبرال كورتكس. ده عباره عن الباسوي الفنترال سباينوسيلاميك باسوي او الفنترال واللاترال ان جنرال، اللي هناخده بالتفصيل ان شاء الله لما نتكلم على البين في اللاترال سباينوسيلاميك باسوي. طيب من هذه الرسمه يهمنا جدا ان احنا نعرف، طب لو انا عملت لو في ليجن على مستوى السباينال كورد في هذا المكان هيكون افكت الناحيه السيم سايد ولا الاوبوزيت سايد؟ انا هنا الديكاستيشن حصل على مستوى السباينال كورد، لو كان الليجن هنا هيافكت الايه؟ الاوبوزيت سايد، لان السنسيشن بيحصل له ديكاستيشن على مستوى السباينال كورد وليس على مستوى المظله كما في الدورسال كولا. ماشي يا شباب؟
ده كان الجزء الأول من المحاضرة. إن إحنا اتكلمنا عن الريسبتورز في المحاضرة الماضية، اتكلمت عن الأفرنت فايبرز، بعد كده اتكلمت عن التو باس ويز اللي بيمر فيها الإحساسات، دورسال كولم أند سباينو سالاميك باس واي، اتكلمت بشيء من الاختصار. نبدأ يا شباب بقى، إحنا بنتكلم عن عملي، فلازم نتكلم عن تجارب عملي. For testing any sensation، عشان أعمل أي تجربة في العملي لازم أراعي الآتي. أول حاجة أراعيها وأنا بعمل تجربة العملي، examine the subject with his eyes closed. أول حاجة إن لازم يكون السبجكت، الشخص اللي أنا بفحص عليه السنسيشن، قافل عينيه، لأن مش معقول هلمسه وهو شايف، هو شايف اللمسة مش حاسس اللمسة. فلازم أول حاجة الإكزامينيشن يتم with eyes closed، دي أول حاجة. تاني حاجة هبدأ الإكزامينيشن من البريفري للسنتر، يعني أبدأه من البريفري للسنتر عشان أحدد المنطقة اللي فيها مشكلة. تالت حاجة إن أنا بعمل كومبير، إن أنا أقارن ما بين البوث سايدز الرايت والليفت، إن أنا أقارن ما بين الإحساسات في الناحية اليمين والإحساسات في الناحية الشمال. دي قواعد عامة وأنا بعمل أي تيستينج للسنسيشن. نبدأ يا شباب نتكلم عن السنسيشنز المختلفة اللي احنا جايين نشرحها في هذه المحاضرة، ونبدأ شرحنا للكرود تاتش. والكرود تاتش ليه اسم تاني بور لوكالايزد، يعني اقدر احدد مكانه بس مش بدقة. يعني بور لوكالايزد يعني ما اقدرش بالظبط احدد مكان اللمسة بشكل دقيق، اقدر احدده بشكل يعني ايه نسبي. في هذه التجربة يا شباب بستخدم بيس اوف كوتون، قطعة من القطن، واخلي الشخص اللي قدامي يقفل عينيه، وبعد كده المس بالقطنة واقول له انت حاسس؟ يقول لي اه حاسس بتاتش. هل يقدر يحدد المكان؟ يقدر يحدد المكان بس مش بشكل اكيوريت. يبقى التول اللي بستخدمه في هذه التجربة بيس اوف كوتون، قطعة من القطن. طيب انهي اماكن في جسمي فيها احساس الكروت تاتش عالي؟ اللي يجاوب على هذا السؤال واحد فيكم يقول لي اي مكان في جسمي فيه ريسبتورز كتيره هيكون فيه احساس التاتش عالي. فالاماكن اللي فيها هير، اللي فيها شعر، هيري بارتس ريكواير، بتحتاج لايتر ستيمولس ضعيف، بيكوز نيومرس نيرف اندنج، لان فيها ريسبتورز كتيره. اي مكان في جسمك فيه هير ده فيه ريسبتورز بتاع تاتش كتيره، عشان كده تقدر تحس بشكل اوضح، عشان كده نقدر عشان تحس محتاج ستيمولس اضعف. تمام، يبقى ستيمولس ضعيف تقدر تحس لان فيه ريسبتورز كتير. اما الاماكن اللي مش هيري، اللي ما فيهاش هيرز، زي السولز والبالمز، دي محتاجه هيفير ستيمولس لان عدد الريسبتورز فيها بتكون قليله. ده سؤال ممكن تسأله، ايه التول اللي استخدمته في الكروت تاتش؟ بيس اوف كوتن. عشان اعمل هذا التيست لازم يكون الشخص مغمض عينيه وابدا يحس الاحساس. هل يقدر يحدد المكان بالظبط؟ لا، لان بورلي لوكالايزد. انهي مكان بيكون فيه ريسبتورز والاحساس بيكون فيه احسن للكروت تاتش؟ الاماكن الهيري اللي فيها هيرز كتير، لان فيها ريسبتورز اكتر، لان فيها افرنت نيرف اندنج اكتر. اما الاماكن اللي ما فيهاش هير زي السول والبالمز ريكوايرز هيفير ستيمولس. ممكن اسالك اقول لك سؤال ان الهيري بارتس ريكواير هيفير ستيمولس، ده صح ولا غلط؟ اجيب لك اسئله صح وغلط تقول لي لا ده غلط. تمام، طب السول والبالمز ريكواير لايتر ستيمولس، ده صح ولا غلط؟ لا، ريكواير هيفير ستيمولس. دي طريقة طبعا الشخص اللي انا باكزامن، دي جزء من لو طبعا انتوا ما شفتوش التولز الخاصة بالسنسوري والموتور، دي موجودة حاجة زي الفرشة زي القطنة، يعني هي دي ممكن استخدمها، يا اما استخدم بيس اوف كوتون او استخدم فرشة زي كده عشان احدد الكرود تاتش، المس الشخص ويقدر يحدد او يقول ان انا حاسس باحساس اللمس، بس يجي يحدد المكان مش هيحدده بشكل اكيوريت لان بتكلم عن الكرود تاتش. طيب واحد عايز يسأل كروت تاتش ريسبتورز، ايه الريسبتورز الخاصة موجودة فين؟ الريسبتورز بتكون موجودة اباندنت في انهي مكان في الكروت تاتش؟ موجودة اباندنت في الدورسم اوف هاندز، الدورسم اوف هاندز دي اماكن فيها هير، لان في عدد كبير من النيرف اندنج، عدد كبير من الريسبتورز. نوع الريسبتورز الخاصة بالكروت تاتش اسمه فري نيرف اندنج هير اند فوليكل، دي نوع الريسبتورز. ممكن اسالك في العملي ايه نوع الريسبتورز الخاصه بالكروت تاتش؟ فري نيرف اندنج وهير اند فوليكل. طب الباس واي اللي بيمشي فيه الكروت تاتش ريسبتورز، باس واي انهي باس واي؟ دورسال كولمن ولا السباينو سالاميك باس واي؟
بيمشي، هل الفاين هو اللي بيمشي في السباينو سالاميك باسوي، اما الباسوي الخاص بالكروت تاتش هو الفنترال سباينو سالاميك باسوي. طيب لو شخص عنده الاحساس يعني عشان يحس لازم اتاتش بيهيفير، ازود الاستيمولس شويه عشان، يبقى ده عنده احساس ناقص، هايبو سنسيشن، هايبوسيزيا، هايبوسيزيا هايبو يعني قليل، هايبوسيزيا تاتش سنسيشن از ريديوسد، ان الاحساس بالتاتش قليل. طب واحد ما عندوش احساس بالتاتش خالص يبقى ايه؟ عنده اناسيزيا، ما عندوش احساس بالتاتش خالص. تمام، لو خدرت واحد مش هيبقى عنده احساس بالتاتش. طب واحد عنده احساس متزايد للتاتش نتيجه مثلا انه عنده انجري او عنده حرق في مكان معين، يبقى التاتش هيبقى اللمسه هتبقى فيري بينفول، دي بنسميها هايبرسيزيا، هايبرسيزيا بينفول ريتيتنج سنسيشن، الكروت تاتش يتحول من كونه تاتش الى بينفول ستيمولس او ريتيتنج سنسيشن. تمام، دي مصطلحات مهمه ممكن نسال فيها. دي التجربه الاولى، استخدمت بيس اوف كوتون، لمست شخص وهو مغمض عينيه، قدر يحدد المكان ما قدرش يحدده قوي، مشي في الفنترال سباينو ثالاميك باس واي وليس في الدورسال كولم. نوع الريسبتورز الخاصة بالتاتش كان الفري نيرف اندينج والهير اند فوليكل. بعد كده يا شباب هناخد التاكتايل لوكاليزيشن، وده نوع من انواع الفاين تاتش. لما اقول نوع من انواع الفاين تاتش يبقى ده يشال فين؟ هيتشال في الدورسال كولم. تاكتايل لوكاليزيشن ان انا اقدر احدد مكان اللمسه، وتقطيل ديسكريمينيشن ان انا احدد لمستين جنب بعض انهم لمستين. تقطيل لوكاليزيشن، في التقطيل لوكاليزيشن السبجكت الشخص اللي بعمل عليه هذه التجربه يقدر يحدد بشكل اكيوريت بشكل دقيق ذا سايت اوف ستيميليشن اون سكين، يقدر يحدد لي بالظبط مكان الاستيميليشن. طب اول حاجه في التجربه بطلب من الشخص انه يغمض عينيه، بعد كده بستخدم اوبجكت يكون بلانت بوينتد، بلانت بوينتد يعني يكون حاد ويكون بوينتد بس مش بينفول، ما استخدمش ابره، بستخدم الاكزامبل عندي بنسل، بستخدم قلم رصاص مثلا، او حاجه بلانتد بس مش بينفول، مش زي الابره، بستخدم بنسل، ده الاكزامبل. السبجكت التول اللي بستخدمه في هذه التجربه تاكتايل لوكاليزيشن بلانت بوينتد اوبجكت، الاكزامبل بنسل. طب الريسبتورز اللي هتشيل هذه الاحساسات ايه؟ الريسبتورز الخاصه بالتاكتايل لوكاليزيشن الميزنرز وكورباسل والميركلز ديسك، دي اللي هتشيل التاكتايل لوكاليزيشن اللي تقدر تحدد لك مكان التاتش. الباس واي بيمشي عبر انهي باس واي؟ عبر الدورسال كولم. طب الدورسال كولم يا شباب، الدورسال كولم ده كان ماشي ازاي؟ عندنا فيرست اوردر نيورون، تمام، الفيرست اوردر نيورون بيمشي عبر تو تراكتس، جراسيل اند كونييت تراكت، جراسيل ده في اللور ليمب وكونييت في الابر ليمب، يبقى انا لو عملت التاتش في الابر ليمب يبقى يتشال على انهي تراكت؟ على الكونييت. لو عملت التاتش في اللور ليمب يبقى يتشال على الجراسيل تراكت، ودي مهمه جدا في اسئله العملي. بستخدم حاجة بلانتد زي قلم مثلا رصاص أو ما شابه، والمس الشخص وهو مغمض عينيه ويقدر يحدد المكان بالظبط اللي حصلت اللي حصل فيه التاتش، بالشال عبر الريسبتورز الميزنرز والميركلز ديسك، بيمشي عبر الدورسال كولم عبر الجراسيل اند كونييت تراكت عشان يصل لي السنترال نيرفس سيستم سوماتيك سنسوري اريا، اللي يقدر يعمل تاكتايل لوكاليزيشن يحدد مكان اللمسه بالظبط. تو بوينت ديسكريميشن، يبقى التول اللي استخدمناه في الكروت تاتش كان بيس اوف كوتون، التول اللي استخدمناه في التاكتايل لوكاليزيشن كان عباره عن ايه؟ حاجه بلانتد اوبجكت زي البنسل. التو بوينت ديسكريميشن هنستخدم حاجه اسمها الكامبس او البيبر كامبس اللي هو البرجل، وهنعرف شكله، هوريكم شكله بعد شويه. تو بوينت ديسكريميشن، ازاي اقدر احدد نقطتين ان هما نقطتين، ان انا المس لمستين قريبين من بعض يتحددوا كنقطتين. يعني ايه تو بوينت ديسكريميشن؟ التفرقه ما بين نقطتين. It is the ability to distinguish between two points simultaneously، يعني انا عم تاتش الشخص اللي قدامي بتو بوينتس سيمالتينيسلي في نفس اللحظه، ابلايد تو تاتش ستيمولاي بمسافه ما بينهم، وعشان احس النقطتين كنقطتين لازم المسافه دي تكون محدده حسب المكان اللي انا فيه. لو كان مكان فيه ريسبتورز كتير المسافه هتكون قليله عشان احس النقطتين انهم نقطتين، لو مكان فيه ريسبتورز قليله يبقى المسافه هتكون كبيره عشان احس النقطتين انهم نقطتين.
الآلة اللي بستخدمها حاجة اسمها فيبر كامبس، ودي هنشوف دلوقتي صورة ليها وبنحطها ونبدأ نوسع في المسافة لحد ما أصل لأن أنا أحس النقطتين بنقطتين. ده شكل الفيبر كامبس، وأقدر أوسعه أو أضيقه حسب المكان اللي هعمل فيه تاتش. طب متخيلين إن أنا لو لمست مكان الريسبتورز فيه كتيرة، زي مثلا زي مثلا اللبس مثلا فيها ريسبتورز كتيرة، فأنا محتاج أتاتش بمسافة قليلة ولا كتيرة؟ ريسبتورز لما تكتر يبقى المسافة هتكون قليلة عشان أقدر أحدد النقطتين كنقطتين. إنما لو تاتش مكان زي الباك، الباك ده الريسبتورز فيه قليلة، لازم أوسع المسافة قوي. طب أوسع أو أضيق، هل في أرقام معينة لكل المسافة في كل مكان؟ آه فيه، ودي مهم جدا. ده كان جال بيجي أسئلة أحيانا في الأرقام. طبعا إحنا مش عايزين نعرف منك الأرقام، عايزين نعرف أنهي مكان بيكون فيه threshold distance أو المسافة اللي هي أقل مسافة أقدر أحس النقطتين إنهم نقطتين. مين بيكون أحسن مكان ومين أقل مكان؟ المسافة ما بين نقطتين، ان انا اتاتش نقطتين في نفس الوقت بستيمولس معين باستخدام الفيبر كامبس، تمام، محتاج ديستنس معينة عشان احس النقطتين كنقطتين. الديستنس دي بنسميها ثريشولد ديستنس. هذه المسافة الثريشولد ديستنس بتكون كبيرة قوي في الباك، لان الباك عدد الريسبتورز قليلة، بتصل ل من 30 ل 40 ملم، من 3 ل 4 سنتي. في الليج بتبقى من 30 ل 40 ملم زي الباك. في الفور ار بيكون 9 ملم. فور ار في هيري اريا فيها ريسبتورز اكتر. الباك اوف هاند، الباك اوف هاند بتكون فيها ريسبتورز، بالنسبه للفاين تاتش بيكون فيها ريسبتورز اقل من البالم اوف هاند. في الباك اوف هاند بالنسبه خاصه بالفاين تاتش، خاصه بالفاين تاتش، الباك اوف هاند بيكون 7 ملم، البالم اوف هاند 5 ملم. الثريشولد ديستانس واقل مكان اقدر احس النقطتين كنقطتين فينجر تيب، اللي هو الفينجر انامل الاصابع، واللبس الشفاه، لبس والفيس ومنطقه الوجه بتصل ل 2 ملم. يبقى احسن مكان بحس النقطتين كنقطتين هي الفينجر تيب واللبس والفيس، يليه البالم اوف هاند، يليه الباك اوف هاند، يليه الفور ارم، يليه الليج، يليه الباك اوف نيك. دي الاماكن المختلفه بالثريشولد المختلفه. مهم مش مهم نحفظ الارقام، بس نبقى عارفين الترتيب بشكل يعني قريب من الارقام اللي هي قدامنا. تمام يا شباب، ما هي العوامل فاكتورز افكتنج تو بوينت ديسكريميشن؟ ممكن اجي لك سؤال واقول لك ما هي العوامل اللي تؤثر على التو بوينت ديسكريميشن؟ ايه العوامل اللي بتقلل الثريشولد بتاعت 2 point discrimination؟ number of receptors، كلما زاد number of receptors كلما قل threshold. number of afferents، عدد الافرنت، لان الريسبتورز لو قليله يبقى الافرنت قليله، كلما قل الافرنت كلما الثريشولد هيكون ايه؟ هيكون اعلى. الاريا اوف بريزنتيشن ان سيريبرال كورتكس، اريا بتاخد افرنت كتير يبقى البريزنتيشن بتاعه في السيريبرال كورتكس هيكون كتير، فكلما زاد عدد الريسبتورز وزاد عدد الافرنت وزادت الاريا اوف بريزنتيشن في السيريبرال كورتكس، كلما كانت هذه المنطقه بيكون فيها تو بوينت ديسكريميشن احسن من غيرها. يعني نقدر نقول ان منطقه اللبس، منطقه الانامل الاصابع، منطقه الفيس، دي اماكن بيكون فيها عدد ريسبتورز كتير، بيكون فيها عدد الافرنت كتير، بيكون الاريا اوف بريزنتيشن في البرين بتكون كتيره، عشان كده الثريشولد الخاص بالتو بوينت ديسكريميشن بيكون قليل. ده اكزامبل يا شباب، دي صوره بتوضح لنا ازاي بنعمل هذه التجربه. نبدا كده، حاسين ان شخص مغمض عينيه ونزلت الفيبر كامبس دي اللي احنا بنستخدمها بهذا. لو حس النقطتين كنقطه واحده نبدا نفتح البرجل شويه عشان نزود الثريشولد لحد ما يحس النقطتين كنقطتين. مهم جدا ان الشخص وانا بعمل عليه اكزامينيشن يكون الايز كلوزد. ده كان التو بوينت ديسكريميشن. يبقى خدنا الكرو تاتش، تاكتايل لوكاليزيشن اند تو بوينت ديسكريميشن. التجربه الرابعه يا شباب، تيكتشر اوف ماتيريال، ازاي اقدر احدد التيكتشر اوف ماتيريال؟ ذا ابيليتي اوف بيرسون تو ريكوجنايز ذا نيتشر اوف اوبجكت فروم اتس تيكتشر.
with his eyes closed. وانت مغمض عينيك اخليك تمسك قماش تعرف دي حرير، دي صوف، دي قطن، تقدر تعرفها. تقدر تعرف عن طريق التاتش، تقدر تعرف التكتشر اوف ماتيريال. بروسيدور with eyes closed gives the subject a piece of cloth. ممكن اديله مره سلك، اديله مره حرير، ومره اديله وود صوف، ومره اديله قطن، ويقدر يحدد، يقدر يريكوجنايز. بس طبعا يكون عنده عارف الحاجات دي. ما اقدرش اجيب طفل صغير واقول له كده، لازم يكون شخص كبير يقدر يعرف يفرق ما بين الحاجه الصوف والحاجه القطن والحاجه الحرير. تمام. recognize the size والshape وforms. ناخد بقى تجربة من أهم تجارب العمل stereognosis التي لا تعتمد فقط على التاتش، تعتمد على عوامل أخرى. stereognosis إن أنا أقدر أعرف حاجة familiar، أطلب من الشخص اللي قدامي يغمض عينيه وأديله كورة يمسكها كده يقول دي كورة، أطلب منه يغمض عينيه وأديله مفتاح يمسك المفتاح يعرفه، أديله قلم، أديله ريموت، أديله موبايل، يقدر يعرف عن طريق دي اسمها stereognosis اللي هي معرفة المجسمات. من خلال عرف ازاي ان ده قلم، اول حاجه يعرف ازاي ده مثلا ان ده مفتاح، مسك المفتاح وحس انه بارد، يبقى استخدم، قدر يحس بالتمبريتشر، يبقى دخلنا التمبريتشر في الموضوع. حاجه سوليد، قدر يحس بالويد بتاع المفتاح. تمام. قدر يشوف بالتاتش الحاجات المفتاح انه فيه تعرج موجود في المفتاح، قدر يطلع كل هذه المعلومات وصلت للبرين، والبرين عمل انتربريتيشن، بدأ يفسر هذه المعلومات وفي الاخر يطلع بمعلومة ان ده مفتاح. ممكن استخدم كوين، اديله جنيه مثلا يقدر يعرفه، او استخدم كي، او استخدم مفتاح. The ability to identifying a common object placed in hand without aid of vision، وهو مغمض عينيه يقدر يعرف الحاجة دي. It required previous experience. ما اقدرش اجيب عيل لسه صغير مش عارف مثلا مثلا المفتاح، او مش عارف الموبايل، او مش عارف الحاجه اللي هديها له، واقدر اساله. لازم، محتاج بريفيوس اكسبيرينس، لازم يكون عندك خبره مسبقه، انت عارف الحاجه دي قبل كده وعارف الخواص الخاصه بيها. Several sensations are used including touch. بنستخدم sensations كتير زي التاتش، زي التمبريتشر، زي البروبروسيبتيف سنسيشن. طيب الستيريوجنوزيس بيشال على انهي تراكت؟ بيشال على في انهي باسواي؟ دورسال كولم. طب انا دلوقتي الستيريوجنوزيس ده بستخدم الابر لمب ولا اللور لمب؟ بستخدم الابر لمب، بستخدم الهاند عشان اتعرف على الاشياء. اذا بيشال على انهي تراكت؟ جراسيل ولا كونييت؟ بيشال على الكونييت تراكت. يبقى ده سؤال مهم ممكن يجي لك في اسئله الام سي كيو، اقول لك ان الستيريوجنوزيس كارد على الكونييت تراكت ولا الجراسيل تراكت؟ هتقول لي على الكونييت تراكت. ده المفتاح واحنا بنحطه بنستخدمه، الشخص يقفل عينيه ويقفل ويتحسس المفتاح لحد ما يصل ان هو ده المفتاح. ده اسمه ستيريوجنوزيس. ريكوجنيشن اوف ويت ديسكريميشن، ان انا احدد الويت اللي هو الديب بريشر سنس، ان انا احط حاجه ليها ويت على ايديك وايديك تكون سبورتد. تمام يا شباب. وبعد كده ازود الويت ده، تقول لي الويت اللي قبل كده كان اكتر ولا اقل، ده تحديد الويت. The ability to weight object، ان انا اقدر اقيس اعرف حجم الويت الماس الخاصه بكل الحاجات اللي انا بشيلها. Discriminate between different weights with closed eyes، وطبعا لازم تكون مغمض هناك. الاختبار تيستد باي بليسنج ديفرنت ويتس اون ذا سبورتد هاند، وانت عامل سبورتنج للهاند بتاعك على التيبل، نحط ايديك على التيبل بحيث ان ما تبقاش ستريتشد، عشان ما استخدمش حاجه غير ان انا هبدا اعمل ستريتش للريسبتورز الخاصه بالويت الموجوده في الماسلز اوف هاند. دي الاوزان زي ما انتم شايفين، اوزان مختلفه، احط اوزان وازود ونقص، وانت تعرف الوزن الزياده، وبكده انت تقدر تعرف الويت. تمام. تقارن بين الويت وغيره. بعتمد the deep pressure sense is
ده بيعتمد على ايه؟ ان انا احس بالويت الخاص بالاوزان بيعتمد على الكيوتينيوس بريشر ريسبتور. الكيوتينيوس بريشر ريسبتورز، الريسبتورز الموجوده في السكن المسؤوله عن البريشر، بريشر ريسبتورز الموجوده في السكن، بالاضافه في بريشر ريسبتورز موجوده في الديب بريشر ريسبتورز الموجوده في الماسلز. يبقى اعتمادا على الكيوتينيوس بريشر ريسبتورز والديب بريشر ريسبتورز تقدر تحدد الويت ده زياده ده قليل كتير عن طريق تحديد عن طريق الريسبتورز الموجوده في السكن، كيوتينيوس بريشر ريسبتورز، وعن طريق الديب بريشر ريسبتورز. ده سؤال، ذا ديب بريشر سينس ديبند اون وات؟ يعتمد على الكيوتينيوس بريشر ريسبتورز والديب بريشر ريسبتورز. تمام يا شباب؟ ازاي بقدر احدد الويت واقدر اقول ان الويت ده اكتر من التاني؟ عن طريق المسل تنشن. كلما زاد المسل تنشن كلما حسيت ان الويت، انا اشيل حاجه مثلا احس انها تقيله وحاجه خفيفه، عن طريق المسل تنشن. الحاجه التقيله عملت مسل تنشن تقيل كتير اكتر. البريشر سينس احساس بالضغط. الريسبتورز الخاصه بالديسكريميشن اوف ويت هي الباسينيان كورباسل، الافرنت بيكون اي بيتا فايبر وبتمشي في الدورسال كولم، دي نوع من انواع الفاين سنسيشن. قلنا ان الكروت تاتش فقط والتيكلينج والاتشنج هما اللي بيتشالوا على السباينو سيراميك باسواي او الفنترال سباينو سيراميك باسواي. الفايبريشن سنس دي نوع من انواع البريشر المتكرر، ان انا بستخدم حاجه اسمها تيونينج فورك. فايبريشن سنس ده الاكزاميشن رقم كام؟ احنا خدنا الكروت تاتش، تاكتايل لوكاليزيشن، تو بوينت ديسكريميشن، الويت تحديد الويت، تيكتشر اوف ماتيريال كده خمسه، وناخد الفايبريشن رقم سته فايبريشن سينس. التول اللي بستخدمها في الفايبريشن سينس حاجه اسمها تيونينج فورك، والتيونينج فورك يا شباب ليها ترددات مختلفه، عندنا هاي فريكوانسي ولو فريكوانسي. بستخدم في التاتش اللو فريكوانسي تيونينج فورك، الشوكه الرنانه، الشوكه الرنانه، وهنوريكم صورتها بعد شويه يا شباب. الشوكه الرنانه اللي بستخدمها ان انا بعمل ليها بخبطها على البالم بتاع ايديا، ما اخبطهاش على المكتب او اخبطها على حاجه عشان ما تعملش اوفر تون، بخبطها على البالم اوف هاند، وتبدا تعمل فايبريشن وتعمل فريكوانسي معين، احطها على البوني بروميننس الاماكن اللي فيها بون عشان ابدا احس بقى احس الفايبريشن. نوع التيونينج فورك اللي بستخدمها مهم جدا المعلومه دي، لو فريكوانسي، لان انا بستخدم في الهيرنج، هتاخده في السبيشال سنس في نيوروساينس 2، بستخدم الهاي فريكوانسي في الهيرنج. يعني انا لو الاكزامينر او لو قلت لك ان عندي شوكتين رنان شوكه رنانه الفريكوانسي بتاعها 512 وشوكه رنانه 128، الافضل في استخدامها في احساسات الفايبريشن سنسوري هي ال 128 اللي هي ليها لو فريكوانسي. بنحطها فين الشوكه الرنانه؟ يبقى الاول حاجه بخبطها فين؟ بخبطها مش على المكتب، بخبطها على البالم بتاع ايديك، بتخبطها على ايدك، تمام؟ فايبريت احطها على البوني بروميننس. طب ببدا احس احساس الفايبريشن عن طريق الريسبتورز الباسينيان، باسينيان كورباسل، ودي بتستجيب ل ترددات لحد 500 بير سكند، والميزنرز كورباسل ريسبوند ل 80 بير سكند. يبقى الباسينيان كورباسل والميزنرز كورباسل. طب واحد يقول لي يا دكتور لو احنا استخدمنا تيونينج فورك اللي لها فريكوانسي عاليه هحس بيها فايبريشن؟ اه هحس بيها فايبريشن، بس الفريكوانسي الاقل هتحس الفايبريشن احسن، لان الاقل هتقدر تعمل استيميليشن للباسينيان كورباسل والميزنرز كورباسل. شكل التيونينج فورك بعد ما خبطتها وعملت اهتزاز، بحطها في منطقه بوني بروميننس هنا، وابدا اطلع من تحت لفوق لحد ما اكزامن الجزء الخاص بالفايبريشن. الشخص هيحس باهتزازات موجوده، يقول انا حاسس بهزه، اسمه فايبريشن سينس. طب ليه بستخدم هذه التجربه؟ دكاتره المخ والاعصاب في عيادتهم بيستخدموا التجربه دي. لو واحد عنده مشكله ليجن في الدورسال كولم، احنا قلنا الفايبريشن ده نوع من الفاين ولا الكرود نوع من الفاين، بيشال عبر الدورسال كولم. لو انت عندك ليجن في الجراسيل او الكونييت تراكت يمنع احساسك بالفايبريشن سنس. يبقى لو انت مش حاسس بالفايبريشن سنس زي بعض الامراض اللي ناخدها في اخر سيكشن زي التيبس دورسالس دي، هذا المرض بيصيب البوستيريور كولم، بيصيب الجراسيل والكونييت تراكت. يبقى لو عملت تجربه التيونينج فورك ده عند الشخص اللي عنده مشكله في الدورسال كولم هيكون عنده عدم احساس بالفايبريشن، وساعتها مش هيحس بالفايبريشن، هيحس فقط بان ده كولد اوبجكت، ان ده اوبجكت بارد، انما ما بيحسش بالفايبريشن. تمام يا شباب؟
للكلينيكال امبورتنس، واحنا في احنا كل التجارب اللي بنعملها دي عشان نقدر نحدد الامراض اللي احنا ان شاء الله هنقول لكم في اخر سيكشن مجموعه من الامراض عشان يبقى في تطبيق عملي على الحاجات اللي احنا بندرسها. ده كان الفايبريشن. البصوية عندنا في الفايبريشن كان الدورسال كولم. بوزيشن سنس، احساس المكان، بروبريوسيبتيف سنسيشن. الريسبتورز الخاصه بالبوزيشن سنس الرفيني اند اورجان، لو كان سلولي ادابتنج رفيني اند اورجان، وسلولي رابيدلي ادابتنج زي الباسين الكورباسل. طب البروسيدور اللي بحس فيها بالبوزيشن، بوت ذا بيج تو ان ذا فوت ايزر اب اند داون، نبدا نخلي الشخص اللي قدامنا يغمض عينيه ونحرك له الصابع بتاعه لفوق وتحت واساله هو بيتحرك في انهي بوزيشن، هو بيتحرك ولا لا الاول، بيتحرك فوق ولا تحت، ومره اعمل نفسي بحركه ما حركوش عشان يقول لي ان انا مش بحركه. ابدا اغير بالمانوفر ان انا احركه في مره وما حركوش، واتاكد من الشخص هل هو حاسس البوزيشن اوف سنس، بوزيشن سنس موجود ولا لا، البروبسيبتيف سنسيشن ده انتاكت ولا لا. اجربه على الصابع الصغير اللي في الرجل والصابع الكبير اللي في الرجل والصابع الكبير اللي في الايد، واقدر احدد البوزيشن سنس سواء كان في حركه او ما فيش حركه، ستاتيك او دايناميك، والدايركشن بتاع الحركه ازاي. الباس واي الخاص في البوزيشن بروبوسيبتيف سنسيشن هو الدورسال كولم، ستاتيك بوزيشن سنسيشن وكينيتيك بوزيشن سنسيشن، ان انا حاسس بانه رجلي ما بتتحركش، ده احساس ان انت تحس انك ما بتتحركش، ده احساس ستاتيك بوزيشن سنس، او حاسس بوضعيه الاعضاء بتاعتك، انت عارف انك حاطط رجل على رجل مثبتها بس حاسس عارف وضعك. بروبريوسيبتيف سنسيشن في لحظه الاستاتيك ولحظه السكون، وانت عارف وانت بتحرك رجليك انك بتحركها، بتحركها في اي اتجاه، الكاينيتيك بوزيشن والموفمنت، وتبقى عارف بتتحرك بريت عالي ولا ريت قليل. اخر احساس بناخده التيكلينج اند اتشنج. التيكلينج عن طريق caused by local repeated mechanical stimulation tickling، والاتشنج caused by chemical substance secreted near to receptors زي الهستامين والقينين. التيكلينج دي حاجة بتتحرك عليك زي حشرة بتتحرك، تقدر تحس بإحساس الحركة، والتيكلينج بتشال مع الكور تاتش على الفنترال سباينو سلامك تراكت، والاتشنج عن طريق كيميكال ستيم. واحد مثلا خد حقنة وحصل له حساسية يبدأ يحس بهرش، واحد قرصته ناموسة حس بحساسية في الجلد يبدأ يهرش، بعدها كيميكال نتيجة ان عملت حاجة كيميكال. انما التيكلينج حركة حاجة حشرة بتتحرك عليك تبدأ تحس وتبدأ تعمل الميكانيكال استيميليشن، ده التيكلينج والاتشنج والاختلاف ما بينهم. بكده يا شباب احنا الى حد ما خدنا حاجات كتيره في هذه المحاضره، اتكلمنا عن الترانسميشن اوف سوماتيك سنسيشن، كيف يتم انتقال الاحساسات عبر التو باس ويز، خدنا السوماتيك سنسوري افرنت واختلافها 1 و 2 3 و 4، و اي الفا اي بيتا اي دلتا اند سي فايبرز، وكل فايبر بتشيل ان احساسات، والجدول ده مهم جدا. بعد كده خدنا السوماتيك سنسوري باس واي، خدنا الدورسال كولم والسباينو سلاميك باس واي، خدنا منه جزء الفنترال سباينو سلاميك باس واي، وهناخد اللاترال في المحاضره القادمه. واتكلمنا ان اي باس واي بيمر بثري اوردرز نيورونز، فيرست اند سكند اند ثيرد اوردر نيورون، وخدنا تفاصيل هذا الكلام. بعد كده اتكلمنا عن الاكزامينيشن اوف سنسوري سيستم، اتكلمت عن تجارب كتيره، خدنا الكرو تاتش دي واحد، خدنا الفاين تاتش خدنا فيها التاكتايل لوكاليزيشن تحديد المكان، والتو بوينت ديسكريميشن اللي كنا بنستخدم فيها الفيبر كومبس. بعد كده خدنا التيكتشر اوف ماتيريال وتحديد نوع الماده عن طريق تاتش، وستيريو جنوزس تحديد حاجه فاميليار ان انا اعرفها وانا قافل عينيا هي ايه، عن طريق استخدام احساسات مختلفه منها تاتش ومنها البريشر. الديب تاتش وازاي بحسب بحس الويت الخاص بالاوبجكتس المختلفه. الفايبريشن سنس باستخدام التيونينج فورك واقدر احس بالفايبريشن والكلينيكال سيجنيفيكانس الخاصه بيها. البوزيشن سنس ان انا احس بالبوزيشن بتاعي بتاع جسمي بوجه عام، والبوزيشن الخاص بالصابع الصغير فوق وتحت او جسمي بوجه عام، بروبروسيبتيف سنسيشن. وخدنا التيكلينج والاتشنج، وخدنا ان الاحساسات اللي بتشال على الدورسال كولن هي الفاين تاتش، تكتشر اوف ماتيريال، ستيريوجنوزيس، ديب تاتش، فايبريشن سنس، بوزيشن سنس او بروبوسيفتي سنسيشن. اما اللي بتشتغل على السباينو سلاميك باسوي، الفنترال سباينو سلاميك باسوي، هي الكرو تاتش والتيكلينج والاتشنج والفايبرز، غالبا في الفنترال
في الفنترال سباينو سالاميك تراكت بتكون سي فايبر وجزء قليل اي دلتا فايبر، والفايبرز الخاصه بالدورسال كولوم بتكون احسن انواع الفايبر اي فايبر. ده كان طيب. احنا عايزين يعني نحطكم قدام طريقه الامتحان، يعني الامتحان بيكون ازاي؟ بيكون من خلال المنهج اللي احنا قلناه، ومن خلال اسئله مشابهه لاسئله زي كده بتغطي هذا المنهج. سؤال اول مثلا، وده عباره عن الهوم ورك الخاص بيكم، لازم تجاوبوا هذه الاسئله. اللي هيجاوب هذه الاسئله هي هي هيبقى جاهز للامتحان بشكل كبير. What are the sensations carried on the dorsal column؟ ما هي الإحساسات اللي بتشال على الدورسال كولم؟ السؤال الثاني، What is meant by stereognosis؟ ماذا نعني بكلمة stereognosis؟ السؤال الثالث، What are the factors which stereognosis depend؟ إيه العوامل التي يعتمد عليها الستيريوجنوزيس؟ السؤال الرابع، Mention the types of fine touch، أنواع الفاين touch اللي هي التاكتايل لوكاليزيشن والتو بوينت discrimination. What is the importance of testing of vibrating sense؟ ال clinical significance ان انا بعمل vibration sense عشان اشخص مرض معين. What are the sensations carried on ventral spinothalamic tract؟ ما هي الاحساسات اللي بتشتغل على الventral spinothalamic tract؟ السؤال السابع، What is used to test؟ ايه الحاجات اللي بنستخدمها عشان اتست الكروت تاتش؟ Two point discrimination، vibration sense، ايه الحاجات اللي بستخدمها عشان اتست الحاجات دي؟ clinical significance of testing of vibration sensors، سؤال مكرر، factors affecting two point discrimination. دي examples الأسئلة ممكن تسأل زيها في الامتحان. وفي النهاية أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى لكم التوفيق، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله. هنتكلم عن التمبرتشر، وأتمنى إن احنا ما نكونش طولنا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.